صباح النور للجميع، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اليوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، مباشره من مرشي للقيروان ياخذوا اخر الاسعار بالحال تاع الفلفل والطماطم والبطاطا ولا غير ذلك. ان شاء الله مرشي الأحلام حوت وجزار وخضار اللي طريق حفوث والبحارة، كل شيء تقريبا متوفر. صباح النور. هذا قديش الفلفل هذا؟ 3000. هذا 3000 مسكي هذا؟ ايه. والطماطم هذا؟ 18 طالعة شوية اليوم. اليوم ثلاثة أيام. وهذا شنو فلفل؟ هذا فلفل عربي. قديش؟ 2500. هذا يا والقارس 3200 قارس. والحلو فلفل حلو 3200. والقرعة يا الشربة والبرجة والجلبانة 2500. والبطاط وال الراس بدينار هذا يعني. والفول 18100. والبطاطا 18. والبصل دينار وهو السفنار يعني حق الصحة مالك. هاي مش مشيل هذا ماشي تقريبا نصب الكل كيف كيف. صباح الخير. مركزين ساعة. أنت جيت تصرف ساعة ولا؟ جيت تصرف. بقى تصرف. سمحني بلا مش الناس. خلنا نسأل. تصرف بالجمعة ولا بالنهار أنت؟ تصرف كل يوم ويوم وبالجمعة. كل يوم. باليوم تقريبا القفة بتاعك قديش تكلف كل يوم؟ هذه كم مش نصرف مش ناخذ شوية منا وشوية منا. 20 25. هذه من غير الحم من غير حوت. كل خضرة كهوما. ولا الحم للريح من العيد للعيد. والله من العيد للعيد. الحم ب40000. بس مش شريك. يعني والخضرة شنو فيها؟ خبز من الدار تجي للمرشي 5000 7000 ياخذ خبز. ترفس في الناري طالما ترفس في سيدي. والله عملت عجة من الأخير. والله عملت عجة. عندي امرأة عمرها ما خدمت خرجت تخدم تو عمرها ما خدمت تو خرجت تخدم. ظروف خلتك أول ما نخلصي بطرونش. والله بطرونش باو ما بطرونش خلص يعني بصدق مش ياكلهم بما صحيح كلامك صحيح صدقينك صدقينك صدق خلص فيه طرونش. اوه ربي جرى على الساعة. ربي جرى على الساعة. يعطيك الصحة زينة. عم بطلع الساعة نبداو سردينا اليوم هاي ب 5800. هاني فما سردينا ب 2500. اي والله فوقها هاي ب 84. صباح الخير. مرجان
نكملوا الجزارة. صباح النور يا سيدي. نهارك طيب يا سيدي. قداش علوش اليوم؟ 34 37 صلي على النبي. ولا البقرة الهبرة هرب سمح الهبرة الهبرة 34 والبقية 29 والعلاقة 20 ان شاء الله نهاركم زين تاكلوا بالصحة بالشفاء ان شاء الله.